ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. So, صحيت النهاردة على خبر ان انا تم الحكم عليا بالسجن لمدة 5 سنين للمرة الثالثة. Yeah, fuck. صراحة يعني مسألة مضحكة بالنسبة لي شوية. بقالي 6 سنين بحاول أخرج من مصر، نقلت من مكان للتاني 14 مرة، عايش لوحدي كل الفترة ديت وما بنزلش من البيت إلا للضرورة، كل ده علشان مش عايز أتسجن 4 سنين. أصحى النهاردة الصبح ألاقي نفسي محكوم 5 سنين زيادة فوقيهم. ياه، أنا بقالي سنين ما بعملش أي فيديوهات فيها أي نوع من أنواع الازدراء علشان محدش يزعل مني ومحدش يقولك إن شريف بيزدري الإسلام، ورغم ذلك يتحكم عليا بالسجن 5 سنين. دلوقتي انا مطلوب القبض عليا في 9 سنين سجن بتهمه ازدراء الاديان والتحريض على الالحاد. طب ازدراء الاديان وفهمناها، يعني اي حد بيزدري الاسلام، مش بيزدري، اي حد بيتكلم او بينتقد الاسلام بيتسجن على طول، دي عارفينها. بس ايه يحرض على الالحاد؟ انا عمري ما حرضت على حد ان هو يسيب دينه، وعمري ما قلت لحد انه يلحد. انا دايما بقول انا ما يهمنيش انت دينك ايه، قلتها 50 مرة في فيديوهاتي، ازاي انا احرض على الالحاد يعني؟ بعدين حتى لو هقول لغيري ان هو يلحد، سو فاكين وات، يعني ايه اللي فيها؟ ايه جريمة هنا يعني؟ ما المسلمين كلهم نفسهم يقولوا للعالم كله سيب دينك وكون مسلم. ايه المشكلة نحبسهم بتهمة التحريض على الاسلام 9 سنين؟ انت متخيل؟ انا مش تاجر مخدرات، انا عمري ما اذيت حد. اي حد عنده بربع جنيه عقل هيفهم ان 9 سنين دول رغم ان انا الضحية فيهم بس لا يسيئوا ليا خالص، دول يسيئوا لمصر. 9 سنين يتسجنهم شاب علشان ولا حاجة، علشان حرفيا ولا حاجه، لا عمره شتم ولا عمره لعن ولا عمره هدد حد. ده انا كل يوم بيجيلي تهديدات بالقتل، براجع اي فيديو اعمله 100 مره علشان محدش يزعل مني او يقول ان انا بزدري الاديان، وفي الاخر يقولك انا بسب الذات الالهيه وبحرض الناس على الالحاد. 9 سنين سجن وانا مستخبي وبتنقل من البيت للتاني، ما بنزلش للشارع بقالي 6 سنين. مش عشان انا جبان، لا، علشان بكل حياديه انا لو نزلت ممكن، ما هي حصلت، ممكن جدا تحصل، والطريقه اللي المجتمع مستقصدني بيها يعني انا الضحيه الجديده. انت ممكن تسمع خبر عند عمرو اديب يقولك يا جماعه ازاي في شاب يتسحل ويتذبح في نص الشارع كده، هي يا جماعه واحنا افغانستان؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ انا يعني واحد في مكاني يعني، طب دي يعني هي دي حياه؟ طيب شيء مثير للسخريه. من 3 اسابيع كنت في احد المحاولات للخروج من مصر، يعني دي كانت المحاوله 20 ولا 30، يعني ما بقتش عد، ما انا عملت كل حاجه حرفيا. بس المرة دي أنا قلت المرة دي مختلفة، المرة دي يعني مفيش حاجة توقفني، وعلشان كده المحاولة ديت أنا بقالي أكتر من سنة شغال فيها، بعمل كل حاجة ممكن تتعمل، بتقدم كل يوم خطوة تجاه الطريق ده. أنا كنت بنام وبصحى على فكرة إن آخر سنة ليا السنة دي هتكون في مصر، مفيش حاجة هتوقفني. بدون الخوض في التفاصيل يعني، لحد يوم 8 مايو اللي فات أنا كنت على بعد خطوة من الخروج، كان فاضل لي خطوة لو نجحت فيها هبقى حر، بس لو ما نجحتش فانا المرة دي مش هتسجن، انا هموت. بعد ما قعدت يوم كامل اقرر اكمل ولا غامر ولا ارجع للحياة السوداء اللي انا عايشها، في الاخر قررت ان انا ارجع وما خطرش بحياتي. قلت لنفسي معلش يا شريف، معلش ما تغامرش بحياتك، ده اللي الناس عايزاه، هم نفسهم انك تموت، هم ده انت يوم ما هتموت هيوزعوا شرباء. علشان كده كنت رفعت الفيديو اللي انا كنت فيه عمال اعيط، كنت منهار جدا لانه كان صعبان عليا نفسي، يعني انا كان صعبان عليا الموقف اللي انا محطوط فيه. ليه انا اتحط بين نارين، السجن او الموت؟ ليه المجتمع الزفت ده يقتلني معنويا لدرجه ان هو يوصلني للمرحله دي؟ كوميديا سوداء. لسه ناقل لمكان جديد من كام يوم، قلت بقى ايه المشكله، اقف اقف للمره الالف، عادي، ايه اللي فيها؟ خد نفسك يا شريف لحد ما تلاقي حل ما يكونش فيه فرصه للموت. بحاول اقعد طول الفتره ديت مع نفسي اهدي نفسيتي وادهن الحيطان عشان المكان ده كان عامل زي القبر اول ما جيت فيه. والنهاردة أصحى الصبح على خبر 5 سنين سجن زيادة. زهقت من كل حاجة، زهقت من الأراضي، زهقت من كتر ما أنا عمال أتنقل، زهقت من العيشة لوحدي، زهقت من محاولات الخروج من البلد، وزهقت من أنا ما بخرجش من البيت، وزهقت من الكوابيس اليومية، وزهقت من كتر ما أنا زهقت، زهقت ومليت من العمر اللي ضاع، وزهقت من كتر ما أنا عمال أحاول أحمي نفسي من النهاية الوحشة اللي 100% هتحصل لي لو أنا ما خدتش بالي أو قلت اللي يحصل يحصل. زهقت من تخلف المجتمع ده، بجد زهقت. انا حاسس ان انا عايش في مستشفى امراض عقليه، كل يوم كل يوم بيعدي عليا بفقد فيه جزء من عقلي. حسن الحظ ان انا لحد اللحظه دي مش مسجون، لسه في امل. واللي عليا انا هعمل، بصراحه مش عارف انا هعمل ايه تاني، انا لوحدي، الجبهات كلها عليا وعماله تزيد والدايره عماله تتخنق وانا مش شايف اي مخرج.
بس عادي. أنا نفسي طويل، أنا نفسي طويل.